السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ مصلي بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بنعمل النهارده معاكم قناه الرصاص وقناه منزليه بسيطه وانيقه. هنعمل كرنبيته وهنسلقها اهي، بنقطعها دلوقتي اهي زي ما احنا شايفينها، وبعد كده هتتغسل غسله حلوه. بعد كده حاطين احنا الميه على النار، في حبه ملح ونقطه كمون كده صغيره، وهي هنبدا اهي تقطيعها اهي زي ما احنا شايفين كده اهو يا جماعه. ايوه اتقطعت حتت صغيره اهي، حسب ما انتوا بتحبوا، في بيحب كبير وفي صغير. انا مقطعه هنا صغير، وهي الميه مكمن والملح والميه غلت، اهي بنسقط على طول، بننزل الكرنبيت عشان السلق كويس طبعا اهو زي ما احنا شايفين كده. اهو المرحلة دي بتاعت السلق. بعد كده بقى يا جماعة ان شاء الله بيخرج الكرنبيت، بنصفيه على مصفى عشان بنتخلص من اي مية جواه. اهو بنحضر بقى البيتين عشان التحبيشة بتاعته، والثوم والبابريكا والكمون والشطة والكزبرة والملح زي ما احنا شايفين كده. ولو عايزين بقدونس او كزبرة بنعمل معاه، وبنحط حبة دقيق هنا بقى بندقه معانا التوم بتاعنا اهو. عايزين تعملوه في الكبة ماشي، في اي حاجة هون كبة اي حاجة زي ما انتوا الحاجة اللي موجودة عندكم تحبوا فيها تعملوه اعملوه اهي. خلاص كده دقناهم، وبنجيب طبق وبنحط فيه البيتين بتوعنا اهم زي ما عايزين نكتر 4 بيضات. زي ما انتوا مش عايزين تعملوه بيض ماشي، في جميع الحالات بينفع في كل حاجة. اللي مش حابب بيض يحط في الوصفة وما يحطش. اهو يا جماعة بنقلب، حط بقى التتبيلة اللي احنا عملناها عليه اهي، التوم بقى والكزبرة اللي احنا قلنا عليه والكمون والفلفل الاسمر والملح. اهي بنقلبوها بقى حلوة قوي كده مع بعضينا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بنحط ايه كبش الدقيق حسب السمك بتاعت العجينة، ومعلقه نص معلقه وربع بيكنج باودر، معلقه صغيره قوي قوي عشان بيدي النفشه الحلوه بتاعته وبتقرمشه كمان. هنقلب بقى كل المكونات دي زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، تقليبه حلوه كده. ايوه اهي بنزود بقى حبه ميه شويه صغيرين اهي يا جماعه كده، عشان حسب السمك اللي انتوا عايزينه. حبتوه خفيفه بنزود الميه شويه اهي زي ما احنا شايفين كده، احنا بنحب السمك ده. لو عايزين تبقى اتقل بنقللوا الميه. بنحط بقى الكريم بعد ما الصفة حلوه قوي، اما حاجه تصفيته ويقعد دقيقتين كده ويقعد بقى ايه 10 دقايق. ممكن تحطيه نص ساعه، انا بسيبه نص ساعه في التمليح بتاعه عشان بياخد النكهه كلها التوابل اللي احنا حطينا جواه، فبيبقى جميل جدا اهو يا جماعه. بعد كده حط على قد الكميه اللي احنا عايزينها، ممكن تفرزوا منها لو كتيره كرنبيته او بتحبوها يبقى كلها تتعمل اهي كده. بنعملوها ايه، بص يا جماعه بنقلب بقى محترمه تقليبه حلوه قوي 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 اهي. حطينا بقى الزيت على النار، بنحط الزيت كتير بنحط كتير عشان يتقلى معانا اهو كده، واخد تمليحه وشرب من تمليحه كويس جدا اهو. بنطلع كده وبنحط نقلي على قدينا على حسب ما انتوا بتحبوه. في ناس بيحبوه سخن بياكلوه على طول، في ناس بيحبوه يقلوه ويقعد شويه وبعد كده يبتدوا ياكلوه. احنا بنحبوه سخن بيبقى جميل جدا، حسب ما كل واحد بيحب الحاجه اللي هو عايزها يعملها اهو. وما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراكات واللايكات والتعليقات من قناة نصوص وقناة منزلية بسيطة وأنيقة، وتفضلوا معانا يا جماعة. نتقابل في فيديو ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع بعضينا بأمر الله، على خير بأمر الله. والسلام عليكم يا جماعة. وطلع بص شكله جميل إزاي أهو. وبنعمل بقية الحاجة اللي بتطلع بعملها قراص زي ما إحنا شايفين كده بالمعلقة كده، وتحط كاننا شوية اللي الحبة اللي بينزلوا من السليقة بدل الحرام ما بنلمهمش، بنعملهم اهو كده قراص. والله القراص طعمها شربة بقى من التتبيلة وكلها كرنبيت وتتبيلة، بتبقى في منتهى الجمال.
يمكن ناكل قراص اكتر من حته الكرنبيت من طعمها، جميله جدا. زهره اه زهره اللي هي بتبقى في اسمه زهره او في البلاد العربيه.